شكر على بركة الله ابتدأت مركزنا بوجود الفرق الصحية، الفرقة الطبية والفرقة الصحية والإدارية. بدأ الحملة يوم الأربعاء 3/3، تم البدء بالحملة لمنتسبي وزارة الصحة فقط. الحملة تضمن مجموعة خطوات، آليات العمل تكون ضمن محطات متعددة. المحطة الأولى تكون محطة الغربلة اللي هي محطة المسح الحراري. أول محطة يتوجه الطبيب لها اللي هي المسح الحراري. الكادر الصحي الموجود اللي هو الكفو اللي متدرب على المسح الحراري يشوف إذا يقيم تقييم سريري أولي في حال وجود أعراض سريرية، أعراض اشتباه بإصابة بالكورونا أو ارتفاع بالحرارة لا سامح الله، يتوقف عملية التلقيح مباشرة، يتوجه على المنفذ الآخر اللي هو منفذ أخذ المسحات باعتبار أنه حالة اشتباه إصابة كورونا. في حالة أنه عدم وجود أي حرارة أو أي أعراض يتوجه على المحطة الثانية، محطة الانتظار، ثم بعدها محطة الطبيب ومسجل البيانات. الطبيب عنده استمارة بها المعايير الخاصة أنه يأخذ من عنده المعلومات وأسئلة معينة، في حالة أنه استوفى الشروط يعطي موافقة بالإعطاء اللقاح، ثم يتحول على المسجل بيانات، مسجل يدوي، ثم مسجل إلكتروني لتسجيل بالحاسبة المركز بيانات المنتسب وبيانات الطبيب. من بعدها يستوفي كل الشروط، الفحص الطبي الكامل، يتوجه إلى المحطة الأخيرة اللي هي محطة أخذ اللقاح، منطقة التلقيح. منطقة التلقيح بها الكوادر الصحية مدربة تدريب قبل بدء الحملة على كيفية إعطاء اللقاحات، على إعطاء لقاح كوفيد 19 بالتحديد. ثم بعدها يأخذ الكارت. الكارت هذا عبارة عن بطاقة صحية، بطاقة تثبت أنه أخذ اللقاح، بطاقة رسمية من مؤسسات الدولة وممكن اعتمادها دوليا في المستقبل إن شاء الله. بعدها يتوجه على منطقة انتظار مرة أخرى، ينتظر ربع ساعة أو نصف أو 30 دقيقة حسب الحالة، في حالة أنه عنده أمراض مزمنة أو حساسية سابقة للقاحات أو أدوية معينة. بعدها وانتهاء مدة الانتظار هي ربع ساعة أو 30 دقيقة يتوجه إلى الإدارة لغرض أنه ختم المؤسسة الصحية، ثم يخرج من باب الطوارئ من المنفذ الثاني. قطاع الرصافة والمتمثل بمنافذنا مركز صحي المستنصرية ومركز صحي باب المعظم، واليوم الثالث على التوالي جلسة لقاح كورونا مفتوحة، وتم استقبال الفئات المستهدفة اللي هي من منتسبي وزارة الصحة اللي يعملون في ردهات العزل واللي هم يكونون أكثر خطورة لأن هم يتعاملون مباشرة مع مصابي كورونا. الحمد لله والشكر لم تظهر أي آثار جانبية لحد الآن، وأكو إقبال من المنتسبين، ونتمنى من الجميع يتوجهون لهاي المنافذ الموجودة وذلك لحفاظا على سلامتهم، وإن شاء الله نقضي على هذا الوباء اللعين. أنا أحد منتسبين وزارة الصحة، واحد من الدور كان أخذنا اللقاح الصيني، وكان الحمد لله وشكرا لحد الآن ما في أعراض عليه، وإن شاء الله سهلة وبسيطة. ونشجع كل المواطنين اللي حاول يأخذ هذا اللقاح يأخذه ما في أي أعراض، والحمد لله وشكرا. نشكر جهود وزارة الصحة متمثلة بالسيد وزير الصحة وباقي المسؤولين جلب اللقاح، وندعو من هذا المكان جميع منتسبي كوادرنا الطبية والجيش الأبيض للتلقيح لتأهبهم واستعدادهم لغرض مواجهة هذا المرض اللعين. تم اليوم بحمد الله أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، كوننا أحد منتسبين خط الصد الأول، ونشكر الجهود المباركة لوزارة الصحة والحكومة العراقية بتوفير هذا اللقاح، ونحث المواطنين ونحث منتسبين أبطال خط الصد الأول لأخذ اللقاح ضد مرض فيروس كورونا المستجد.